كل المؤجلات اخد المهندس احمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكره. مساء الفل يا باشمهندس. كابتن عبد الحميد، زنت على حضرتك وعلى كل مشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب، وحشني جدا. وانت بالصحه والسلام، توحشني من ايام كهرباء اسماعيليه زمان. يا انت ايام ايام يا باشمهندس. كل سنه وحضرتك طيب، ودايما كده مطمنين عليك ودايما في تقدم ان شاء الله. خبر يعني فرحنا كلنا باشمهندس النهارده من خبر طلب اتحاد الكره المصري تنظيم بطوله الكاف، تنظيم بطوله افريقيا 2019 من الكاف. الخبر ده مدى ايه، وان شاء الله الكاف في طريقها الموافقه ولا لسه فيه يعني نعم ولا لا؟ بص يا كابتن حميد، هو في البدايه طبعا من بعد اجتماع المكتب التنفيذي الاتحاد الافريقي في غانا واعلان عدم جاهزيه الكاميرون من وجهه نظر الاتحاد الافريقي لتنظيم البطوله، انت عارف ان البطوله اترفعت من 16 فريق ل 24 فريق. تمام. فاعلن عن فتح باب التقدم. كان وقتها الاخوه في المغرب اشتغلوا على ملف كاس العالم وبذلوا مجهود كبير جدا. صوت راح معانا باشمهندس. طيب نرجع نجيبه تاني يا جماعه، موضوع مهم. يلا المهندس احمد مجاد رجع لنا تاني. باشمهندس اتفضل. بقول لك، فبعد ما سحب الاتحاد الافريقي ومكتب الاتحاد الافريقي لتنظيم البطوله من الكاميرون، تمام، واعلن عدم استعدادها لتنظيم، تعرف ان البطوله اترفعت من 16 منتخب ل 24 منتخب، وتم اتخاذ القرار ده في جمعيه عموميه في المغرب. فبعد ما نزلت لجان فقالوا خلاص ان الكاميرون مش جاهزه، فاتفتح باب التقديم. كان في الوقت ده المغرب مجهزه ملف استضافه كاس العالم، استضافه كاس العالم، وكان في شكل كبير جدا من التعاطف معاها سواء من البلاد الافريقيه والبلاد العربيه الشقيقه. فقرر مجلس اداره الاتحاد، وكان عندهم رغبه في التقدم لتنظيم البطوله، فقرر مجلس اداره الاتحاد والمنصه البريده بعد اتصالات كثيره جدا ان احنا مش في مجال التنافس مع اي من الاشقاء العرب، ولو المغرب هتتقدم بطلب الاستضافه ف مش هنتقدم. 88 هم نظموا 88، احنا نظمنا 2006. تمام. عندنا البطوله الافريقيه المؤهله للاولمبياد تحت 23 سنه في نوفمبر المقبل، عندنا البطوله الافريقيه للكره الشاطئيه المؤهله لكاس العالم اللي شغاله دلوقتي تنتهي بكره ان شاء الله في شرم الشيخ، وعندنا كثير من الاستحقاقات واحنا بلد المقر، فعندنا امتيازات كثير. لكن من اول يوم اعلنا قلنا ان لو في ازمه في المساله عند الاتحاد الافريقي فمصر جاهزه في اي وقت ان احنا نتعاون كل العون سواء في تنظيم البطوله دي او في اي حدث ثاني. جميل. احنا في الاخر انتظرنا لحد بالامس صدر التصريحات المكتبيه بعدم التقدم بملف للتنظيم، وبناء عليه تم الاتصالات الفوريه ما بين المهندس هاني بوريده وبين الوزير اشرف صبحي والجهات المختلفه من الدوله. وبناء عليه كان في اجتماع النهارده بين المهندس هاني بوريده وبين السيد احمد رئيس الاتحاد الافريقي، وهم في طريقهم لشرم الشيخ، وهم توجهوا مع بعض لشرم الشيخ، وكان في تنسيق من كل الجهات. وبناء عليه الاتحاد المصري ارسل الخطاب بطلب التنظيم. طبعا احنا دوله المقر ودوله مؤسسه الاتحاد الافريقي، فما عندناش اي مشكله في اي لحظه لو البطوله دي الاسبوع المقبل نقدر ناخدها بمنتهى السهوله. تمام. سيبك من احيانا ماتشات الدوري ان انا العب من غير جمهور ولا الماتش ولا كل ده كلام سهل، لكن لما يكون في قرار ان مباراه المنتخب لعبناها بعدد كامل، لعبنا 80,000 متفرج في مباراه الكونغو، لعبنا المباريات الدوليه، ما عندناش اي مشكله. لو في قرار من الدوله وفي توجه من موافقه ومباركه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصه ان هو كمان رئيس الدوره بالدوره الحاليه للاتحاد الافريقي اللي هو كان منظمه الوحده النهارده بقى الاتحاد الافريقي، فاحنا ما عندناش مشكله ان شاء الله باذن الله. احنا جاهزين تماما، عندنا بتتكلم ان البطوله فيها 6 فينيوز او 6 اماكن لاقامه المباريات، ده بيتضمن استاد، ملاعب تدريب، فنادق، مطار، طرق، كل ده ما عندناش فيه مشكله خالص. عندنا فورا عندنا استاد القاهره، عندنا استاد السلام، عندنا الدفاع الجوي، عندنا الكليه الحربيه، عندنا بتروسبورت، عندنا استاد في القاهره بس، عندنا استاد اسكندريه، عندنا برج العرب، عندنا الماكس ده لو في اسكندريه، عندنا استاد الجيش في السويس، عندنا استاد السويس، عندنا استاد المعليه، عندنا استاد بورسعيد. هيك ممكن نقول
اسوان عشان البطوله في النصف الثاني من شهر 6 في صعب شويه. لكن ما عندناش مشكله، عندنا فنادق في كل حته، مع يعني عندنا ملاعب التدريب. فان شاء الله باذن الله لو مصر بلد كبيره جدا قادره على التنظيم الفوري، يعني لو البطوله دي دون مبالغه لو هي مش السبت المقبل ده، لو السبت اللي بعديه بمنتهى السهوله بفنادق بالملاعب نقدر نلعب فورا، ما عندناش مشكله. فده كان شكل من اشكال يعني انقاذ البطوله، مش بس طبعا مصر لها دور كبير جدا في المساله، وفي لنا باع افريقي مع الاتحاد الافريقي. لكن خلاص احنا كان في الاحترام لقرار السابق كاميرون منظمه البطوله، ثم بعد كده احترام لرغبه الاشقاء. لكن لما حصل النهارده الجديد في الامر او المستجدات الجديده، فخلاص احنا تقدمنا، وان شاء الله باذن الله منتظرين بكره التعهدات الحكوميه والامور اللي بتستكمل او بتستوفي طلب التقدم ان شاء الله باذن الله. لكن احنا بالفعل بعتنا النهارده خطاب للاتحاد الافريقي وتكلموا السيد رئيس الاتحاد الافريقي. لكن اعتقد باشمهندس ان الاتحاد الافريقي مش هيبقى لديها اي مانع ان مصر تنظم هذه البطوله، خصوصا ان هم يعني دلوقتي كله بيعتذر ومصر بتقدم استضافتها. اتفضل. هو زي ما انت عارف كابتن عبد الحميد، هي المساله لو انت بتدور على بلد تقدر تشيل النهارده خلال فتره وجيزه جدا بطوله مكونه من 24 فريق من 6 اماكن مختلفه بملاعب بفنادق، موضوع مش سهل. موضوع مش سهل ابدا، اكيد مش 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 عدد كبير من الدول الافريقيه، عدد قليل جدا يعني يعد على اصابع اليد الواحده من الدول الافريقيه اللي يقدر يتقدم للتنظيم. فاظن ان يعني على راسهم اكيد ان تيجي مصر، احنا جاهزين فورا ان شاء الله باذن الله. يعني زي ما انا قلت امبارح حتى في الزهر احنا ننظم البطوله دي، احنا سايبين ايدينا. باشمهندس يعني الاهم من مصر بتطلب تنظيم هذه البطوله، العائد من تنظيم هذه البطوله بالنسبه لمصر اعتقد ان هو عائد هيشمل اوجه كتير جدا جدا. لا هو انا هو انا هو احنا يهمنا في المقام الاول العائد الادبي. انا مش قصدي عائد مادي خالص خالص. انا فاهم طبعا كلامك. انا بقول يهمنا في المقام الاول العائد الادبي، اكيد ان انت في اي لحظه بتلجا ليك افريقيا، في اي لحظه تقدر تشيل المساله تقدر. ده الطبيعي الطبيعي بتاع مصر يا باشمهندس ان شاء الله باذن الله، وننظم بطوله باذن الله يتحاكى عنها لكل الدول الافريقيه، زي ما كانت بطوله 2006 هي عروس البطولات السابقه ان شاء الله باذن الله. لو كان في نصيب نهائي لان مصر احتضر 2019 ان شاء الله هتكون، لم تكن يعني هتكون على نفس المستوى، لم تكن افضل ان شاء الله. نمره 2 احنا عندنا منتخب جديد بقياده جديده، مستر خفير اجري عنده مجموعه من العناصر ودم جديد بيقدمه. ان شاء الله باذن الله يقدر يكون اختبار وعرس قدام الجماهير المصريه. الحاجه الاخيره بقى النواحي، ان انت بتقول للناس كلها ان انت بلد طبيعيه تقدر تشيل اي حدث، هو ده كل هو الظروف اللي بتمر بيها بتقدر تشيل اي حدث في اي لحظه بمنتهى السهوله ان شاء الله باذن الله. احنا بلدنا بلد كبيره جدا، بس بعض التصرفات الصغيره هي اللي ممكن تخلي الشكل غير كده. لكن نظره يعني انا بالصدفه انا عضو اللجنه المنظمه للبطوله الافريقيه في الكاف. لا الناس لا نظره الدول الافريقيه ورؤساء الاتحادات والزملاء العاملين في مجال كره القدم في افريقيا لمصر، لا نظره الناس عارفه قيمه البلد وعارفه قيمه ان بلدنا بلد كبيره جدا، وان شاء الله باذن الله احنا نقدر قدام العالم كله ندلل على ده في البطوله المقبله ان شاء الله بمنتهى السهوله باذن الله واليوم. اكيد يا باشمهندس احنا نظمنا بطولات افريقيه قبل كده حتى لو الظروف اختلفت، لكن مصر لما بتحب تعمل حاجه اكيد بتعملها بفضل الرجاله اللي موجوده فيها وبفضل شعبها اللي عارف اهميه تنظيم هذه البطوله الافريقيه زي ما حضرتك اتكلمت من نواحي كتير جدا، اهمها الناحيه الامنيه. صحيح. وان شاء الله باذن الله هتتفرج على الجماهير المصريه، اللي الناس بتقول الجماهير ما ينفعش، عاوز الجماهير هتتفرج ان شاء الله باذن الله لو كان لنا نصيب في تنظيم هذه البطوله، هتفرج على الجماهير المصريه والشباب المصري في المدرجات، وهيكونوا ان شاء الله باذن الله هيقدموا درس. ومن هنا لازم نبدا نقول ان خلاص بقى في ملاعب ما ينفعش بقى كل ماتش، خلاص احنا دلوقتي في محك وقدام دول، ما ينفعش بقى خلاص الحاجات الصغيره بقى بتاع كل ماتش بلاش العب هنا وبلاش العب هنا، وملعب بورسعيد لا ملعب لا الاهلي ما لعبش في السلام لا في برج، لا كل الحاجات دي خلاص لازم نتغلب عليها. لازم والله يا باشمهندس. الصغيره دي اللي بتدي حجه لاي حد صغير
انه يطلع يتكلم علينا، رغم ان الكلام ده احنا نقدر نعمله بمنتهى السهوله. والله انا معاك جدا وبتفق معاك جدا، ولازم نثني برضو على الجماهير اللي بتحضر المباريات وان كانت قليله، لكن جماهير ملتزمه بكل فئاتها. ان شاء الله باذن الله هنحضر البطوله دي، هتكون موجوده بفول كاباسيتي وهتحقق اعلى تواجد جماهيري على مدار كل البطولات الافريقيه ان شاء الله. يا رب يا رب. انا عايز اكلمك برضو على نهائي كاس افريقيا للكره الشاطئيه، برضو منظم على احسن ما يكون في شرم الشيخ، والدنيا ماشيه كويس قوي. خلاص النهائي اعتقد ان هو بكره ان شاء الله. نهائي بكره ان شاء الله بين السنغال ونيجيريا. يعني ما قدر الله ما شاء فعل، ما كانش في نصيب لمنتخبنا ان هو يلعب المباراه النهائيه ويتاهل لكاس العالم. لكن من حيث التنظيم انت بتتكلم، انت عارف ان هم جم في زياره تفتيشيه كده في الاول، وبعدين احنا عملنا فضلوا فتره يقولوا احنا قلقانين يا جماعه نروح شرم الشيخ. قلت لهم يا جماعه قبل البطوله باسبوع قولوا لنا انتوا عايزين ايه بس احنا هنعمله بسهوله. فطبعا الحمد لله من الناحيه التنظيميه مقبول على اعلى مستوى، تمام. المنتخبات اللي موجوده، الاستضافه لجنه الاتحاد الافريقي، الحكام، دي يعني حاجه سهله جدا. قبلها عملنا الجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي برضه في شرم الشيخ، وكانت حضرها السيده فانتيف جينيا فانتيف رئيس الاتحاد الدولي، وكانت على اعلى مستوى. يعني الحمد لله احنا من الامور اللي الاتحاد المصري لكره القدم رسمها السنه بريده كمان، يعني عندنا من الخبرات اللي في تنظيم البطولات والبطولات العالميه والاحداث الكثير جدا، فما عندناش مشكله. مش عايز حد ياخد الكلام ده ويقول لا اصل ما في الموسم المحلي، الموسم المحلي ده موضوع ثاني خالص، له يعني معايير مختلفه تماما وعناصر مختلفه مش كلها في ايد الاتحاد المصري. لكن بمنتهى السهوله ان شاء الله هنثبت في البطوله اللي جايه دي ان كل الكلام اللي فات ده كلام نقدر نتغلب عليه بمنتهى السهوله. اكيد انا عارف طبعا المعاني اللي بين السطور بتاعت اللي حضرتك بتتكلم فيها، لكن طالما في اعتقد كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي ما خدش ثواني عشان يوافق على تنظيم مصر لهذه البطوله الكبيره، واعتقد لما بيكون في دعم من الدوله والجهات الامنيه ممكن حضرتك تعمل اي حاجه كاتحاد كوره. هو في دعم من الدوله ان شاء الله باذن الله، حتى الان يعني ان شاء الله اتمنى ان يكون في توجيه من الرئيس، لان دي بتحل لنا حاجات كثيره جدا جدا. اكيد جداً اكيد. كل الاجهزه في كل الاتجاهات تشتغل في نفس الموضوع ان شاء الله باذن الله.